ازاي احل مسألة الديفايد دي؟ 583 divided by 2. اول حاجة هنعمل كده table 2 والديفيدند اللي هو 583. اول حاجة هبدأ من الفايف، الفايف greater than 2، تمام. هشوف بقى الفايف between ايه وايه في table 2. انا عندي 2 times 2 ب 4 وعندي 2 times 3 ب 6. الفايف between ال 4 وال 8 وال 6 هاخد ال smallest، يبقى write 2 up وهنعمل minus 4 down. 5 minus 4 ب 1 وهدروب ال 8 هيبقى عندي 18. 18 هلاقيها في table 2 at 9 وهعمل minus 18. 8 minus 8 0، 1 minus 1 0 وهدروب 3. 3 انا عندي 2 times 1 equals 2. 3 الاقيها between 2 وال 4 هاخد ال smallest، write ال 1 up وهعمل minus 2 down، هيبقى ال remainder عندي ب ايه؟ ب 1. هيبقى الانسر 291 اللي هو الكوشنت ريميندر 1.